كنا يعني أنا اتولدت في سنة 37، يعني عشت لغاية الثورة 52 في ظل دولة مدنية. يعني كان الدستور ما كانش فيه أي إشارة على ما أظن، يعني أنا مش متذكر يعني، أو بس يعني أو على الأقل إحساسنا كله إنه ما فيش، إن إحنا دولة مدنية ما فيش مشكلة دينية، بمعنى إنه أي الأديان اللي موجودة، وكان في الدين اليهودي والدين المسيحي والدين الإسلامي متساوية في الوجود، و المؤمنين بها أو ممارسي عادتها دول هم يتمتعون بنفس الحقوق، وإنه ليس لأي من هذه الأديان تأثير رسمي على الدولة، تأثير مباشر على الدولة. قد يكون هناك تأثيرات في بعض اللحظات أو بعض المواقف، لكن الممارسة كلها كانت ما كانش تحس ان في تمييز ما بين الاديان الثلاثه. فمثلا حتى في الاغتيالات السياسيه، يعني يتم اغتيال الشخص بصرف النظر عن دينه بسبب موقفه، زي بطرس غالي وزي كمان اخ نقراشي مثلا كمسلم. يعني وكان للوضع ده ميزة مهمة جدا، انه مثلا كان يعني حزب الوفد كان اهم شخصية فيه هي مكرم عبيد وهو مسيحي، و مستو او هو كان بيتميز بانه حافظ القرآن كلمة كلمة، ومتعود في خطبه ان هو يستخدم القرآن. فما كانش في أي إحساس بأنه الدولة لها توجه ديني معين، وده كان وضع معقول جدا، بمعنى أنه ما شاهدناش إحنا في مصر في الفترة ده، هي يعني من سنة مثلا من بداية القرن لغاية ثورة 52، ما شاهدناش أي شكل من أشكال الفتنة الطائفية. كان أغلب الحاجات اللي بتحصل هي صدامات سياسية بين حزب الوفد والأحزاب التانية، بين الملك ومش عارف إيه إلى آخره. فده كان وضع مريح للغاية ومتقدم. المشكلة جاءت بقى بعد ثورة 52، فلأول وهلة المسيحيين حسوا بنوع من الخوف أو الامتعاض، إنه مجلس قيادة الثورة ده هو ما فيهوش مسيحي، فدي أغلبية مسلمة. بعدين هذا المجلس في السنتين ثلاثة الأولانيين كان تحت تأثير الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر، كان له علاقات وثيقة بالإخوان المسلمين. لكن فيما بعد لما انقلب الإخوان المسلمين على عبد الناصر، عشنا فيما يشبه دولة مدنية فعلا، يعني ما كانش في برضو مشكلة تميز ديني في التشريعات أو القوانين أو أي حاجة من هذا النوع، لغاية ما جه السادات وابتدى هو يلعب على التيار، على العنصر الديني، بأن هو يكسب، يحاول يكسب المتعصبين للدين الإسلامي، ويكون خلى صاحبه عثمان إسماعيل محافظ أسيوط يألف عصابات مسلحة، ودي كانت العصابات المسلحة كانت في جامعة القاهرة لضرب اليساريين، ودي كانت العصابات دي كانت بداية الجامعات الإسلامية بعد كده اللي تطورت لغاية النهاردة. فالقول بأنه الـ 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 يعني مصدر التشريع هو الشريعة الإسلامية، ده يعني بيتعارض مع يعني مع احترامنا للشريعة، وإن فيها قواعد كتيرة عامة
وعلى درجة رفيعة من القيم الأخلاقية والمعنوية إلى آخره، إلا أنه أيضا مصادر الشريعة أو موادها في جزء كبير منها يتعلق بفترة زمنية معينة اللي هي نزل فيها الدين الإسلامي أو تكون فيها الدين الإسلامي ونزل القرآن. فهذه الأجزاء ما بتتناسبش مع عالمنا المعاصر، أو بعض الأجزاء يعني تتناسب مع الحياة في عصر ده، ويعني أغلبية الفقهاء موافقين على الكلام ده يعني. طب انا عايز اسالك يعني في سؤال، دستور بينظم الحياة في الدولة، وفي مجلس برلماني أو مجلسين، وفي وزارة تنفيذية مسؤولة أمام المجلس البرلماني ده، وفي رئيس منتخب برضه مسؤول أمام البرلمان بشكل أو بآخر، ده في حالة الجمهورية البرلمانية. بالإضافة طبعا إلى أنه يعني أشكال التميز أو التمايز الموجودة حاليا، يعني مثلا أنه حرية إنشاء المساجد معطاة للمسلمين، وحرية بناء الكنائس مش معطاة للمسيحيين، أدي حاجة. حاجات تانية من هذا النوع يعني، حاجات في أجهزة الدولة في إصرار على، أو كان في إصرار على إنه يبقى في نسبة معينة من وجود المسيحيين مثلا، خصوصا في الجيش والبوليس والحاجات دي. طبعا دي مسائل تمس المواطنة، يعني أنا مواطن مهما كان ديني فأنا مشترك في اللغة وفي المصالح الاقتصادية وفي المكان وفي كل العناصر اللي بتشكل القومية أو الوطنية، ويجب أن أعامل بالمثل. ما هو أنا يعني قلت في السؤال السابق، يعني كنت بجيب برضو على الجزئية ده، هي إنه المصريين سواسية أمام القانون، ويحصلوا على نفس المزايا بنفس المستوى في التعيين، في الوظائف، في التعليم، في مش عارف ايه، يعني في كافة مجالات الحياة. ف حضرتك شايف لو لم يطبق هذه المبادئ هتدور مبادئ الدولة من ايه؟ هتظل هناك دائما حزازات ما بين أبناء الأمة. يعني حاليا مثلا انا اعتقد مثلا ان المسيحيين طبعا لابد يكونوا متضايقين من ان هم مثلا في نسبه معينه لوجودهم في اماكن معينه، وبعدين مثل هذه وكثير غيرها، وخصوصا ايضا ان البطاقه انت بتروح اي مكان فبتقدم البطاقه بتاعتك، فعلى ضوء ما هو مكتوب في البطاقه اذا كنت مسلم ولا مسيحي بيتم التعامل معك يعني. فدي كل هذه الاشكال، اشكال التفرقه واشكال التمييز، اشكال التمييز بين المواطنين، هتؤدي الى استمرار الحزازات ما بين ابناء الوطن. اي خناقه صغيره على اي حاجه تتطور فجأة وتصبح مسلم ومسيحي.